اطفال امهات جمعيه من حقيت سد مجلي التوحد. اليوم حنايا واقفين هنايا من بعد واحد الوقفه اللي كانت في الشهر اللي فات نهار 12 شهر 10. الوقفه جات على اساس اننا حنا رافضين القرار تفويج الاطفال التوحد اللي هو ما مقبولش. كانت من بعد الوقفه التحقنا بالنيابه كنطلبوا باش نشوفوا السيده النائبه. بطبيعه الحال اللي ما استجبتش لينا ما شفناهاش. صيفطات لينا الموظف ديالها. هذا الموظف اللي كيقول لينا من بعد ما شرحنا ليه ومن بعد ما استعطفناهم باش يديروا لينا واحد الفضاء فين نديروا التباعد لوليداتنا، يعني ما يطراش تفويج، تيقولوا لنا جوج ديال الحوايج، غادي يا اما تدي وليداتكم للجمعيات، كاينين جمعيات خاوين، يعني بحال راه حنا وليداتنا كارت كنعمروا بهم المقاعد ديال الجمعيات ديالهم اللي ربما عندهم ايد فيها ولا الله اعلم. وكاينه قضيه اخرى بان هذه الجمعيه اللي نتوما باغينها باش مكان راها واحد الجمعيه اللي شفاره، راها كتدي لكم الفلوس، راه واخده القد والقد ديال الملايين. ملي كنمشيو نسولو في التعاون الوطني كنلقاو هذا الشيء كله كذوب. مشينا سولنا لقينا بان هذاك المبلغ اللي عطانا التعاون الوطني راه هو اللي كيتصرف دابا على وليداتنا، وهذا الشيء راه موثق بدلائل ووثائق دلا بها السيد الرئيس لاولياء الامور كاملين. باش نرجعوا للسيد الموظف اللي دخلنا عنده قال لك اودي حل واحد اللي غنديروا معاكم، وهو انكم غادي ديروا واحد العريضه غادي تسنيو فيها انتم كاملين اولياء الامور وغادي تسلموها للمديره ديال المؤسسه اللي بدورها غادي تجيبها للنيابه، باش غادي نعطيوكم واحد القسم مؤقت اللي غادي تحقوا فيه هذا التباعد باش ما يكونش هذا التفويج. قلنا واخا مزيان كوميم احسن من بلاش. باقي لحد الان حنا دابا اكثر من شهر باقي لحد الان ما كاينش هذا القسم، وليداتنا كيضيعوا. السيده النائبه كانت استدعات الرئيس ديال الجمعيه باش يقلبوا لهاد الوليدات على حل، الحل اللي هو لقوه باللي راه ما يمكنش هاد الاقسام اللي عندنا في المدرسه ديالنا اللي هما قراب لوليداتنا راه ما يمكنش يعطيوهم لينا، حيت خاصهم يبقاو للتفتح الفني والمسرح والانشطه. بالله عليكم واش حنا في زمن كورونا؟ واش حنا دابا مسالين الانشطه والتفتح الفني عوض هاد الوليدات اللي كيضيعوا؟ معنى قال لك سيدي هاد الاقسام المغلقه الفارغه كنسطر على الفارغه اللي عامره غير برتيله راه غادي تبقى للتفتح الفني. الحل هو انكم غادي تمشيو تشوفوا مدارس اخرى اللي تكون قريبه لكم تشوفوا فيها اقسام، الا كانوا فارغين غادي نعطيوهم لكم. واخا ناضوا الناس ديال الجمعيه كيقلبوا على اقسام خاوين، المدرسه اللي كيتصلوا بها تيقول لك ما كاينش، كنلقاو بان مسؤول من النيابه كيسبق وكيتصل بجميع المدارس تيقولوا لهم حذاري تعطيو قسم لهذه الجمعيه الفلان فلانيه. علاش؟ شكون المستهدف من هذا الشيء؟ واش وليداتنا؟ واش ما عرفتش. حاجه اخرى اللي ما قبلناهاش هو ان اكثر من هذا مشاو اكثر من هذا الحد، وان المديره الاقليميه كترفض خروج اطفال التوحد من القسم ديالهم، يعني ان الوليدات يبقاو في القسم ديالهم 6 سوايع ما يخرجوش. ما عندش ولدي انا حق في الساحه، ما عندش ولدي حق في واحد الجريده اللي كانت مهمله السي الرئيس الله يكثر خيره اللي صوبها لوليداتنا من ماله الخاص، ما عندوش حق ولدي انا طفل توحدي مغربي ما عندوش حق يدير النشيد الوطني. شوف هاد الناس مشاو لابعد حد ان ممنوع على ولدي طفل توحدي مغربي يدير حقه في الوطنيه ديالو ويدير النشيد الوطني ديالو هنا في الوطنيه ديال هاد الدري، حيت هو توحدي حقا غادي يدير الضجيج لوليدات الاخرين اللي كيقراو. انا وقيله كنتسنى فيهم غدا ولا بعدو غادي يقولوا لي حتى الطواريط اعزكم الله ما يخرجش ليها ولدك ديري ليه الكوش. انا سؤالي من هنا كأم بغيت نعرف غير علاش هاد الشيء؟ واش 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 لهاد الدرجه ولدي متقل عليكم؟ واش لهاد الدرجه ولدي عار على هاد المجتمع؟ ولدي مسكين راه ماشي لخاطرو، انا راه ما عزلتوش، ربي اللي عطاه ليا ومرحبا به وانا قابله به وغنبقى نجري على حقه حتى يسكت اخر عرق في الجسم ديالي. او شوف اولادنا حقهم اليوم هاد الوقفه، هاد الوقفه اللي كانت قبل كانت عفويه، هاد الوقفه الحمد لله رحنا موجدين ليها، غادي تكون وقفه اخرى ان شاء الله الا ما تقبلش الطلبات ديالنا غتكون بيان اورغانيزي وغتكون اكبر عدد وغتكون في الاكاديميه، وغادي نمشيو لاكثر من هذا الا ما تخضعش حق وليداتنا، شاء من شاء وكره من كره.